الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في وقت صلاة الساعة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه، هذا كان يحمل كل يوم ويضعونه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل سألهما يريد أن يأخذ منهما صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فتفرس فيهما مؤملا أن يأخذ منهما شيئا. فقال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت ساقاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويسب ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وكانوا يعرفونه أنه هو الذي كان يجلس يسأل صدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا خوفا ودهشة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج متمسكا ببطرس ويوحنا، تبادر إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس أجاب الشعب أيها رجال الإسرائيليون، لماذا تتعجبون من هذا ولما تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا أن جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع هذا الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، وأما أنتم فأنكرتم القدوس والبار، وطلبتم أن يطلق لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، هذا الذي أقامه الله من بين الأموات ونحن شهود لذلك، وبالإيمان باسمه هذا الذي ترونه وتعرفونه اسمه هو الذي ثبته، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمامكم أجمعين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.